اما هلا رح نروح لثاني محطاتنا نور، ومثل ما قلنا رح نحكي شوي عن المجتمع، الخدمات المجتمعيه اللي بيقدمها الشباب السوري عبر مبادرات وجمعيات ومؤسسات كثيره، وخصوصا بهذا رمضان عم بيكون العنوان العريض انه نحن نكون كلياتنا ايد واحده لحتى نتغلب على الظروف الصعبه. شهر الخير وفينا نقول فينا الخير، هي العنوان اللي طبعا اخذته مؤسسه السلام ليكون عنوان حملتها ضمن شهر رمضان المبارك وغيرها من الحملات اللي عم بتقدمها طول السنة طبعاً على مدار السنة لتدعم الناس إن كان إنسانياً مادياً اجتماعياً وصحياً وكثير من الخدمات. رح نحكي أكثر ونتعرف على برنامجهم خلال شهر رمضان مع ضيوفنا لليوم الأستاذة علا العبدالله، وهي مديرة البرامج في مؤسسة سلام ومديرة قسم التواصل الأنسة فدوى حداد. صباح الخير ورمضان كريم، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور. بالبداية قبل ما نحكي عن الحملة خلينا نحكي عن المؤسسة، مؤسسة سلام بداياتها كيف بلشت والعنوان العريض أو الخط العريض لإلها اليوم. أول شيء صباح الخير ورمضان كريم على الجميع. مؤسسة سلام هي منظمة شبابية تعمل على التنمية المجتمعية ببرامج بناء سلام ولا عنف مرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كانت بدايات مؤسسة سلام كفريق تطوعي نتيجة الحاجة اللي لمسناها ضمن المجتمع وواجبنا المجتمعي تجاه المجتمع والعمل مع فئات المجتمع بشكل عام. تم العمل على الترخيص كمؤسسة تنموية تهدف للعمل مع الشباب بناء قدراتهم مهاراتهم ليكونوا فاعلين ضمن المجتمع، لأن دائما الشباب هنن الطاقة هنن القدرة على التغيير بالمجتمع. بالإضافة للشباب العمل مع كافة فئات المجتمع سواء كانوا أطفال أو يافعين، بالإضافة لدعم المرأة بمجموعة من برامج التمكين والتوعية، إقامة مساحات مشتركة لتعزيز عملية التماسك الاجتماعي، بالإضافة للعمل على مجموعة من المشاريع التنموية الاجتماعية والثقافية. أكيد يعني مشاريع كتير موجودة ضمن مؤسسة سلام. خلينا ننتقل إليك فدوى، يعني مثل ما بنعرف فينا الخير هو عنوان مبادرة شهر رمضان المبارك، نتعرف أكثر شو بيتضمن. تمام. هلا حملة فينا الخير هي حملة نشأت انه بسبب الوضع الاقتصادي اللي هو اليوم موجود عم نعاني منه كلياتنا، ففي عائلات المعيل ما عاد عم يقدر انه يأمن مستلزمات الغذائية مثل ما كان قبل من سنين سابقة، فهي بلشت هيك فكرة فينا الخير، وهي احدى حملات مشروع يونغو. مشروع يونغو هو ترخص بمؤسسة سلام السنة الماضية، وكمان هو بدعم يعني القائمين اللي بيشتغلوا بمشروع يونغو هن فئة الشباب، ويعني هن متطوعين دائما عندهم نشاط عندهم شغف ليقدموا افضل ما يمكن لمساعدة المجتمع. فحملة فينا الخير بلشت بهذه الطريقة لتساعد العائلات بشهر رمضان المبارك انه يوصل لها يعني خلينا نقول حصة غذائية اكبر ليكون شهر منيح عليهم ان شاء الله يا رب. يمكن رمضان شهر الخير والبركة وهي الطقوس موجودة، يعني لما نقول فينا الخير نحن ربيانين على هي التفاصيل وهي الطقوس من نحن وصغار، كنا دائما يعني بتلاقي الماما عم بتقلك ودي السكبه للجار لفلان للمسحراتي لعامل النظافة، هي الطقوس موجودة اليوم. بس اليوم يمكن مع الظروف الصعبة والضغوطات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الكبير على سوريا عم يكون في كتير ناس مين هي الاحتياجات، ومع ذلك في ناس بتلاقيها محتاجة وعم تساعد. هذا الحلو اليوم بالتفاعل الاجتماعي. خلينا نحكي عن تفاعل الناس معكم بهي الحملة، كيف لمستوه على أرض الواقع؟ تمام. بالإضافة للشيء اللي حكيتي، نحن مع انطلاقة مشروع يونغو والحملات اللي تمت بمشروع يونغو بالإضافة لحملة فينا الخير حاليا، كان هدفنا هو استثمار الرأس المال المجتمعي وتوحيد الطاقات والجهود الموجودة عند فئات المجتمع لتكون قادرة تعزز عملية التماسك المجتمعي وتكون موجودة مع بعضها لحتى تساعد باقي فئات المجتمع. من هذا الموضوع انطلقنا لحملة فينا الخير لحتى نكون قادرين نعزز حس المسؤولية لأفراد المجتمع، أنه مساهمة صغيرة منك هي حتكون صغيرة بالنسبة لإلك ولكن هي حتعمل أثر كتير كبير عند هي العائلات اللي نحن عم نساعدها. أكيد. كمان علا يعني اذا بنحكي هيك بالتفصيل اكثر عن فينا الخير شو رح تتضمن؟ نحن بنعرف انه هي حيكون مجموعه مثل خليني اقول حصص غذائيه مجمعه من كل الانواع اللي موجوده على المائده واللي هي بتكفي يمكن عائله، حتى مقسمين انتم عاملين فئات، نحكي اكثر بالتفصيل عنها لحتى كمان الناس اللي عم تسمعنا وحابه انه هي تشترك وتدعم عبر مؤسسه سلام تقدر تتواصل معكم.
تمام. هلا نحن بعد دراسه مسح الاحتياجات اللي تم للعائلات، وخصوصا مثل ما حكت زميلتي فدوى انه صار في فقدان للاصناف الغذائيه يلي هي مهمه لصحه الانسان على الموائد، اذا بدنا نحكي الموائد حتى بشكل عام مو بس الموائد يعني خلال شهر رمضان المبارك. فبعد عمليه مسح الاحتياجات للعائلات فتم تحديد شو هي اكثر المواد الغذائيه الهامه اللي لازم تكون موجودة ضمن هاي الحصص الغذائية، وتم توزيعها لثلاث سلل غذائية، كل سلة عم يكون فيها مواد تبعا لعدد أفراد العائلة. يعني أنا لما يكون عندي عدد الأفراد بين 3 إلى 4 أشخاص غير لما يكون عندي عدد أفراد 9 أشخاص أو أكثر. فعلى أساس العدد أفراد الأسرة عم يتم توزيع هاي الحصص الغذائية، وعم تتضمن المواد اللي هي الأساسية إذا فينا نحكي ضمن بحاجة إلى هي العائلة لحتى تكون تخفف أعباء مادية ونفسية للعائلة خلال شهر رمضان المبارك. يعني هي بتكفي لمدة شهر. يعني حكينا يمكن عن آلية التوزيع أو كيف بيتم العمل بمؤسسة سلام، خلينا نحكي عن الفئات المستهدفة، كيف بيتم اختيارها، كيف بتتواصل معكم، كيف بيتم التوزيع خلال شهر رمضان المبارك. تمام. هلا مثل ما ذكرت من قبل، نحن ببداية مشروع يونغو أطلقنا استمارة إلكترونية. هي الاستمارة محطوطة ضمن معايير ومؤشرات بتبعها بالمنظمات العالمية. بوقتها تم تعبئة الاستمارة، بعدها بفترة نحن درسنا هيدا الاستمارات وحددنا على أساسها عدد من العائلات، صرنا نتواصل معهم، بعدين قام فريق الرصد والتقييم بمؤسسة سلام بزيارات ميدانية على أرض الواقع مع العائلات اللي تواصلنا معها، وتم تحديد يعني خلينا نقول العائلات الأكثر تضررا للاستفادة من هيدا الحملة. كمان نحن بدنا نحكي كمان عن مشروع يونغو باعتبار هو مستمر من السنة الماضية، وأصلا بلش مع أزمة كورونا وكنتوا عم تدعموا بكتير مجالات. هلأ يونغو شوي برمضان مختص بالسلة الغذائية، خارج هذا الإطار شو كمان عم تشتغلوا؟ خارج مشروع يونغو؟ لا، داخل مشروع، داخل يونغو مشروع لكن يونغو. خارج رمضان. تمام. هلا مشروع يونغو هو ابتدى مثل ما حكيتي بفترة جائحة كورونا، خصوصا الفترة الماضية بخلال الجائحة كثير من العائلات ما عاد قدرت انها تشتغل او كانوا يشتغلوا خلال يوميات. فانطلق مشروع يونغو لمساعدة الأسر الأكثر تضرر خلال الجائحة. كان من ضمنه أكثر من حملة، في حملة نحن لبعض يلي كانت بتستهدف تأمين الأدوية الغذائية، عفوا الأدوية الطبية يلي كانت بحاجة لها هي العائلات أو المرضى بشكل عام، وتم تأمين أكثر من 5000 علبة دواء بشكل مجاني للمستفيدين. بعدين كان في حملة قلم ودفتر يلي هي كانت مع بداية انطلاق المدارس لتأمين كافة المستلزمات الخاصة لإعالة طلاب المدارس لإكمال مسيرتهم الدراسية. والنهاية تم بحملة فينا الخير اللي هي بتأمين السلع الغذائية للعائلات الأكثر تضرر نتيجة الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار. يمكن نشاطات وفعاليات عم تقوموا فيها، وجزء كبير اليوم من الشباب السوري عم يكون له دور فعال بالمجتمع المحلي وخصوصا بالجمعيات والمؤسسات اللي ظهرت خلال فترة الأزمة. لهيك نوجه تحية لكل الشباب السوري اليوم عم يحاول يمكن ضمن الإمكانيات الموجودة يكون شريك مع أي مؤسسة فعالة على أرض الواقع. خلينا بالختام حكينا عن النشاطات والفعاليات اللي اشتغلتوها، لسه في شغل كتير عندكم، لسه في 6-7 شهور بالسنة، في جدول أعمال مخططين له بعد رمضان على العيد بعد العيد مع بداية يمكن نوعا ما عودة الحياة تدريجيا فينا نقول. هلأ نحن فينا نحكي لمحة صغيرة عن البرامج اللي نشتغل عليها بمؤسسة سلام. عندنا بالبداية برنامج تعليمي اللي هو في تحته مشروع للأطفال ومشروع لليافعين، وتحته مندرج كتير مبادرات. في عندنا غير المشروع التعليمي عندنا المشروع الطبي واللي هو فيه عبارة عن حملات توعوية مثل حملات عملناها أنتي السلام كانت لتوعية حول سرطان الثدي، وكان في عندنا حملات تانية طلعت فترة جائحة كورونا مثل خلي الكمامة موضة وخلي الوعي مفتاح، بالإضافة لعنا مشروع اسمه أسنان اللولو واللي هو بيهدف للتوعية حول صحة الأسنان، بالإضافة لتأمين معالجة مجانية للأسنان. عندنا برامج تانية اللي هي عبارة عن برنامج تدريب تطوير المهارات، وهو مركز فيه على عنصر الشباب لأنه عنصر الشباب هو الأكثر فعالية بالمجتمع لما بيكون عنده طاقة وحابب يغير وحابب يعمل، فنحن بنساعدهم على بناء قدراتهم تطوير مهاراتهم نخليهم أشخاص مبادرين ضمن المجتمع ليساعدوا بنهوض هذا المجتمع، بالإضافة للجانب اللي نحن كتير بنهتم فيه هو الجانب الحواري، إقامة مساحات مشتركة لنسمع الآخر نتعرف على ثقافة الآخر، وكتير من نحاول نعزز الحوار لتعزيز التماسك المجتمعي.
بالإضافة للمشروع الثقافي من خلاله نحن بنحاول نعزز الثقافة وبنعمل على نشرة. بيجي عندنا كمان يعني آخر برنامج واللي هو عبارة عن برنامج نحن بنلعب فيه المشاريع الريادية اسمه برنامج سبل العيش، بندعم فيه المشاريع الريادية، المبادرات الشبابية، بالإضافة للمشاريع اللي هي بتكون تنموية بتوفر فرص عمل للشباب. هي بنشتغل عليهم خلال السنة كل الوقت بمؤسسة سلام. يعني بختام حديثنا بدنا نشكركم ونقول اكيد فينا الخير وندعو كل الناس لانهم يساهموا، كل واحد بيقدر ولو بشيء بسيط، ايد بايد ان شاء الله بنتخطى كل الظروف الصعبه وبيعمل خير ببلدنا. شكرا لكم. نحن صراحه حابين نشكركم على استضافتنا وحابين ناكد انه حمله فينا الخير هي حمله مستمره لاخر شهر رمضان المبارك، والناس قادره تتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك على الانستغرام، بالاضافه لرقم المؤسسه الموجود ببوسترات حمله فينا الخير. يعطيكم العافيه. نتشكركم، نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم القادمة ويعطيكم ألف عافية. شكرا كثير. رمضان كريم. شكرا كثير. رمضان كريم.